كار على مسافة 1200 متر. إذا هذه انطلاقة الشوط الأول. أعزائي المشاهدين ومستمعين الكرام، وها نحن في طريقنا إلى صاحب المركز الأول. صاحب المركز الأول لمسة للسيد محمد بن جابر ابن ساير الشم، بعدي هو من يحتل المركز الأول للسيد محمد بن جابر الشمري، يحتل المركز الأول ويليه مباشرة في المركز الثاني بعدي للسيد أيضا محمد بن جابر بن ساير الشمري، وفي المركز الثالث مطربة هي من تحتل المركز الثالث. حسين مانع بودواس العجمي له التواجد أيضا في هذه الصباح المبارك، وفي المركز الرابع جلمود للسيد حسين مانع بودواس العجمي هو من يحتل المركز الرابع. إذن هذا النداء الأول للأربعة المراكز الأولى، ونعود مع صاحب المركز الأول بعدي هو من يحتل المركز الأول للسيد محمد ابن جابر الشمري. ولكن التغير من لمسة أيضا لها لمسات في هذا الميدان ولها إنجازات سابقة، ولكن أرى جلمود هو من يصل في هذه اللحظات لحسين مانع بودواس العجمي، هو من يحتل المركز الثاني وعينه على المركز الأول. لمسة هو جلمود وبعدي ومطربة. الله الله الله، اختلط الحابل بالنابل. لمسة ولا جلمود ولا بعدي ولا مطربة. الله، إذا تهانينا والف والناموس لمحمد بن جابر الشمري على فوز لمسة في المركز الأول. المركز الثاني جلمود لحسين مانع بودواس العجمي، المركز الثالث بعدي لمحمد جابر الشمري. إذا تهانينا والف مبروك للسيد محمد بن جابر الشمري على فوز لمسة في المركز الأول، وإلى اللقاء مع الشوط القادم.